ينضم لي من المنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية. أهلا عقيد منصور. يا هلا أخوي عبد الله. ودي أعرف هل وصلتوا لأسباب الحريق هذا؟ صحيح، تشير التحقيقات الأولية إلى قيام بعض العمال بعملية لحام في الموقع دون تطبيق اشتراطات السلامة، هذا السبب المبدئي. إيه يعني هو كانوا قاعدين يسوون اللحام في نعم كانوا يعملون اللحام في الموقع بدون تطبيق اشتراطات السلامه ما ادى الى نشوب الحريق. طيب وش اللي صار؟ هل في خسائر بشريه ولا اللهم لك الحمد ما في شيء؟ لا، مثل ما ذكر في التقرير طبعا الحريق بدايته كانت في مستودع مساحته 500 متر مربع تقريبا. ايه طبعا نتيجه تطاير بعض العلب الغازيه المضغوطه داخل المستودع ادى الى انتشار النار الى مواقع مجاوره في ساحه قريبه كان فيها بعض المخلفات والمتروكات، اضافه الى عدد من المحلات المجاوره. المساحه الاجماليه للموقع المحترق تقريبا 5000 متر، قامت فرق الدفاع المدني عددها تقريبا 19 فرقه ما بين انقاذ وفرق اطفاء ووحدات اطفاء بالسيطرة على الحادث دون وقوع إصابات ولله الحمد، وهذا الموضوع المهم، ما عدا إصابة طفيفة لأحد رجال الدفاع المدني وتلقى العلاج وخرج في حينه. الحادث حظي بمتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف للاطمئنان على سلامة رجال الدفاع المدني وعلى سلامة المتسوقين والجهات المشاركة.